أكيد طبعا كابتن عادل، يعني هكلمك على المنتخب وهنتكلم طبعا باستفاضة شوية عن منتخبنا والخروج من دور الـ16. شفت التجربة العامة لمنتخبنا الأربع مباريات في بطولة أمم أفريقيا، وهل كانت طموحاتك الوصول لنقطة أبعد من كده؟ هل اتصدمت؟ هل اتخضيت من الأداء؟ هل اتخضيت من الخروج؟ ولا كان عندك رؤية شوية ان منتخبنا قد يكون غير مؤهل للحصول على النجمة الثامنة من ساحل العاجل؟ هو بداية انا ما اصطدمتش، لان كنت متوقع، لان من سنة ونص وهم بيتعاقدوا مع فيتوريا، انا عضو مجلس إدارة بيتولى الإشراف على المنتخب، بتعاقد مع مدير فني لمدة 4 سنين، وانا مدتي في الاتحاد 2 سنين. مفيش خبرات إفريقية ومفيش تدريب منتخبات، وأفريقيا هي المسابقة اللي بتوديني كأس عالم، بوابة كأس العالم. طب فلما أنا أتعاقد مع مدير فني ما عندوش الخبرات دي، وما عندوش في العقد بتاعه أي ارتباطات تؤهله إن أنا بشتغل وأنا عندي الحافز، وإلا هبقى بره العقد. فانا لما عندي امم افريقيا وما بحطلوش في العقد الشروط اللي هي بتسمح لي ان انا الاقوى، وانا عندي القانون بيحميني ان انا لو النتائج مش في صالحي او الاداء مش موجود، يبقى انا من حقي ان انا افسخ التعاقد. كل الماتشات اللي لعبناها كلها يا اما انديه ضعيفه يا اما منتخبات ضعيفه. لعبنا هاف تايم مع الجزائر فقط، ده اللي كان فيه يعني في شويه، يعني في كوره وفي حماس. مع غانا مع الجزائر امام غانا الاول، مع الجزائر لما لعبنا. ده انت بتتكلم قبل البطوله؟ قبل البطوله. انا بتكلم على المرحله، على المشوار طويل. 13 مباراه، وبعدين احنا الموجة عاليه. النتائج لو بتبص الارقام تحس ان النتائج مع روي فيتوريا قبل بطوله افريقيا نتائج مميزه جدا، ولكن مع فرق ضعيفه، مع منتخبات، يعني خلينا نقول منتخبات في المتناول. التجربه اللي كانت يمكن تجربه قويه امام منتخب بلجيكا اعتقد، وامام منتخب الجزائر يعني. منتخب بلجيكا احنا كلنا بنبصم بالعشره كان في حاله يرسل طبعا، وشفناه طلع من الادوار التمهيديه. وبعدين الحاجه الثانيه، بتلاقي تنزانيا جايه بتلعبك ماتش ودي. انت بتتكلم بقى على استعدادات للبطوله نفسها. ماتش تنزانيا، هل تنزانيا اللي جت لعبتنا هنا هي تنزانيا اللي بتلعب في افريقيا؟ لا، فريق مختلف تماما، حتى العناصر الموجوده ده ما كانوش بيعدوا السنتر. احنا شفنا تنزانيا في افريقيا حاجه، فريق تاني خالص غير اللي كان بيجينا. والكلام ده موجود على فكره على مدى تاريخنا الحقيقه. دايما تبص تلاقي جايب منتخب رومانيا، وبعدين تبص تلاقي رومانيا اللي جايه دي الناس جايه منهم من على القهوه، والمدرب بيلعب. والله حصلت، وانت اكيد عارف يعني. طبعا رحنا امم افريقيا وكنا متوقعين ان ده هيحصل، لان لعيبه النادي الاهلي على طول مجهده، وكنا بنحذر يا اخواننا النادي الاهلي بيلعب كاس عالم انديه وافريقيا. هو حضرتك بتتكلم طبعا مباراه تنزانيا الوديه هنا، تنزانيا ما كانتش موجوده في البطوله الافريقيه، لكن على مستوى الاستعدادات ما كانش منتخب نقدر نقيس بيه احنا واقفين فين. دايما المباريات اللي قبل البطولات المدير الفني بيعملها عشان نقيس احنا واقفين فين بالظبط، ونعرف عندنا ديفوهات مشاكل في ايه بالظبط. فالحقيقه ما كانش مباراه ما خرجتش منها بحاجه الحقيقه يعني. يا كابتن انت في المرحله اللي انت بتلعب تنزانيا هتلاقي نيجيريا بتلعب مع فرنسا، ده حقيقي، المغرب بتلعب الارجنتين، غانا مش عارف بتلعب، واحنا بنجيب تنزانيا هنا مش بنروح لها حتى يعني. صحيح. يعني هنفضل لحد امتى ما بنسمعش بعض؟ طب هرجع عليك كابتن عادل، عشان احنا بنتكلم دايما عندنا عندنا مشاكل كتيره جدا، واحنا كل الناس عارفه مشاكلنا، لكن الحلول هتبقى ايه؟ هنتكلم مع حضراتكم خلال الحلقه ايه الحلول اللي ممكن نستفيد منها الفتره اللي جايه.